السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في قناة اخترنا لك. الفيديو اللي فات عملنا أوضة النوم الجميلة دي بتاعت العروسة باربي، وحطينا عليها صور ميكي ماوس وسندريلا. النهاردة هقول لكم على زينة بسيطة جدا، تخيلوا من ايه؟ من ورقة بسكوت. عارفين بسكوت فري او اي بسكوت او اي حاجة حلوة بتكون مغلفة بورقة لونها ذهبي او فضي. النهاردة هنعمل بها زينة جميلة قوي، ممكن نزين بها في اعياد الميلاد. بنجيب الورقة ونقصها دوائر ومثلثات ومربعات براحتك، وتقومي لزقاها على ورقة كراسة او ورق ايفور. بتلزقيها باللزق اللي انت عارفه ان هو جامد يعني معاكي واتعملتيه قبل كده. وبرده بقى بنقصها على شكل المثلث، الورقه دي بنقصها على شكل المثلث والدايره زي ما انت شايفه قدامي كده. فانا جبت ورقه بيضه ولزقت عليها شويه دوائر ومثلثات من اللي انا قصاهم من الورق الفضي بتاع البسكوته، وده يعتبر من إعادة لتدوير المخلفات، وتلاقيت إن النتيجة جميلة جدا وشكلها حلو ومش مكلفة خالص. بعد كده هقص المثلثات والدوائر اللي أنا لزقتهم على الورقة. زي ما أنا شايفة كده، بعد لما قصيتهم قلبتهم الناحية التانية اللي عليها الورق، وبرضو بحط اللزق بتاعي وبجيب خيط جامد شوية. يعني انا هنا مستعملة الخيط التخين اللي انتوا شايفينه ده، اسمه خيط كاتون بارلي. ممكن تستعملي خيط، ممكن تستعملي الورق اللي احنا بنلف الخيط الطويل دوت، الشريط بتاع لف الحلويات والهدايا، زي ما تحبي، الحاجة المتوفرة عندك في البيت. وبقوم حاطة الخيط على الدوائر والمثلثات. انا عامله مثلث ودايره مثلث ودايره مثلث ودايره. وبعدين نفس اللي عملته على الوش ده، برضو بقوم جايبه بقيه المثلثات اللي انا حطاهم على الورق، واقوم لزقهم على ظهر كل واحد من الاشكال دي بعد لما لزقت عليهم الخيط، بحيث ان انا لما امسك الزينه يبقى وشها وظهرها عاطيني اللون الفضي الجميل اللي طبعا مش مكتوب عليه دوت البسكوته من الورقه من جوه اللي مش مكتوب عليها حاجه. دلوقتي كده بقوم مثبت عليه جامد باللزق، بيبقى عندي فرع طويل من الزينه الملونه اللي عامله زي المرايات كده، كانها مرايات وانا قصاهم على اشكال. ممكن تستعمليها في زينه رمضان، ممكن تعملي لبنتك البيت العروسه باربي اللي انا عاملاه ده وتزيني بيها، زي ما هنشوف كده برضو في اخر الفيديو. شايفين دي النتيجه النهائيه. ممكن بقى تعمليه طويل متر او مترين وتزيني بيه في عيد الميلاد، تزيني بيه مطبخك، تزيني بيه اوضه نوم الاطفال. طبعا لو في بقى البواقي زي ما انت شايفه كده الابيض اللي من الورق ده بنقصها. ممكن برضو لو انت ما عندكيش اللزق كويس جامد، اعمليه بمسدس الشمع، هيدي نتيجه افضل وهيعيش معاكي فتره طويله. انا دوت البيت اللي كنت عاملاه في الفيديو اللي فات، وحطيت دلوقتي الزينة اللي انا عملتها بزين بيها ورا السرير.